ومن آداب السؤال أن يسأل الطالب سؤال تواضع. يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى: من أدب السؤال للعفيف أن يسأل العالم كالضعيف. العالم البصير المتمكن عندما يكون لديه مسألة من المسائل فعليه أن يسأل في تواضع، كأنه لا يعلم شيئا ولا يظهر علمه. في أحد المرات أحد الإخوة كان يسألني سؤال ويقول يعني أريد أتأكد من هذه المسألة. فقلت له: طيب ماذا تحفظ فيها؟ فتلعثم وأحرج، قال: حقيقة ما أحفظ فيها شيء. إذن خطأ، لا تظهر نفسك أنك تعرف وأن لديك تصور لكنك غير متأكد، أو الصورة فيها ضبابية أو نحو ذلك، وإنما قل: ما الحكم الشرعي في كذا وكذا؟ ما أعرف الحكم الشرعي. تطلب بيان الحكم، أما أن تظهر العلم أنك أنت لا عارف لكن بس باغي تتأكد، فهذا خطأ، ليس من آداب طالب العلم. من أدب السؤال للعفيف أن يسأل العالم كالضعيف. كذلك قول الإمام السالمي: واسأل ولا تمل أو تمل، وإن علمتها فأبدي الجهل. إذن على الطالب أيضا أن يظهر الجهل لأجل أن يدع المجال للمجيب أن يشرح له ويفصل. وإن علمتها فأبدي الجهل، يعني قد يكون هذا الطالب يعرف المسألة أو يعرف طرفا من المسألة فلا يظهر أنه: لا أستاذ خلاص أنا هذه المسألة واضحة فاهمها، زي يمكن ببين لك شيء، يمكن بذكر لك معلومة زائدة، يعني يقاطع مثلا ويقول: أنا خلاص أنا هذه عارفينها ما يحتاج تعب عمرك. لا، هذا غلط. وإن علمتها فأبدي الجهل. ولذلك يروى عن بعض السلف يقول: إن الواحد لا يخبرني بالحديث وأسمعه كأني أسمعه لأول مرة مع أني أعلمه قبل أن يولد. معلومة ذي عارفينها أنا قبل أن يولد هذا المتحدث، هذا الطالب. ذكر لي أحد الإخوة الكرام موقفا حدث معه مع شيخنا الخليلي حفظه الله. يقول: طلعت على سلام اكتشاف علمي، عليكم السلام، اكتشاف علمي، وهذا الاكتشاف يعني أردت أنا أن أبلغ به سماحة الشيخ لأجل أنه يذكره عندما يكون في محاضرة أو درس، فأحصل أنا على أجر وثواب ذلك. فذهبت إلى الشيخ وأخبرته أنني طلعت على معلومة الفلانية كذا وكذا في قول الله تعالى، قالت يعني: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها إلى آخر الآية في سورة النمل. فالشيخ يقول: استمع إلي ولم يقاطعني بطبيعة الحال، وانتظرني إلى أن انتهيت، مع أن هذا يعني شخص من عامة الناس، حتى يمكن ما نقول أنه من طلبة العلم، أو نقول أنه مستمع أو يحب طلبة العلم. يقول: فلما انتهيت قال للشيخ: قرأت الآية خطأ، الآية لا تقرأ هكذا وإنما تقرأ كذا وكذا. الأمر الثاني قال: أنت قلت أن هذا حدث، هذا الاكتشاف في الجامعة الفلانية، وهذا غير صحيح، حدث في الجامعة الفلانية والعالم اسمه كذا وكذا. فالشيخ يعني الشاهد في القصة أنه مع أن هذا الإنسان أخطأ حتى في قراءة الآية، لكنه يعني جعل له فرصة أن يتكلم. فكذلك إذا شيخك أو أستاذك عليك أن تعطيه فرصة ليتكلم،
وهذا أيضا أدب من آداب طالب العلم، السؤال أن لا يقاطع